عماد هتفضل في قلب كل اهلاوي. حسينا انك اتظلمت كتير مع ماشي، ربنا معاك وان شاء الله نشوفك في الاهلي عن قريب. سؤالي لحضرتك، هتتجه للتدريب ولا الاداره؟ هو جاوب في هذا الموضوع. عبد الرحمن السيد بيقول لك ايه رايك، او برايك ايه السبب وراء تضييع وليد ازارو للفرص؟ بص، يمكن المشكلة اللي واضحة جدا في النادي الأهلي السنة دي أو السنة اللي قبلها، يمكن وليد خد هداف الدوري في موسم من المواسم، أنا قلتها وبعدها، يمكن وليد محظوظ ومش محظوظ. محظوظ إنه بيجي له كل الفرص السهلة، فرص سهلة كتير جدا، ومش محظوظ إنه بيضيع. وليد بيعمل كل حاجة في الملعب، والحتة الأخيرة اللي هو مهمته، ما أنا بقول لك اللي هي مهمته، بيبقى متهور فيها، متسرع فيها، قراراته بياخد قرارات غلط. وكل مباراه طب ايه اللي بيخليه يعمل؟ ما هو دي المشكله. ايه اللي يخليني انا كمهاجم منتخب المغرب ومهاجم النادي الاهلي، يعني كل حاجه كويسه، ايه اللي يخليني اخد الـ القرار الغلط في الوقت الغلط؟ ليه؟ ما مع هو ان ليه؟ انت بتقول ان هي انت مهاجم، انت اللي تقول لنا مش انا، لكن هي انت بتقول ان انت كمهاجم هي فرص سهله. بص يا كابتن، او معظمها يعني، مش كلها طبعا. بص يا كابتن، معظمها طبعا، لا مش كلها طبعا، وليد سجل اهداف صعبه، لكن الفكره كلها ان المهاجم لما بيضيع فرص كتير ويبدا الضغط يزيد عليه، لو مهاجم مش قوي، شخصيته مش قويه، شخصيه لازم يبقى عنده شخصيه، هيبدا يتوتر ويروح مع الكلام اللي بيتقال، ويبقى مستعجل وكل تفكيره يجيب جون وخلاص. انت عارف انا كنت بضرب، معلش انا اسف، انا بضرب مثل بيك في 2008 في كاس الامم، انت ما جبتش ولا جول، ما سجلش ولا هدف، بس كان الكابتن حسن، انا عمري ما انسى الكابتن حسن شحاته، كان يطلع يقول لك ايه اللي بيكسبني كل ماتش؟ عماد متعب. ولو خدت بالك انا قلت لك هي البطوله الاغلى، مع اني ما سجلتش ولا هدف، ما سجلتش ما سجلتش ولا هدف. هي الفكره كلها انك تكون بتأدي دورك على اكمل وجه. طبعا كان نفسي اسجل، ومهم جدا المهاجم يسجل لان دوري في الاول والاخر، لكن في الاخر ما اثرش عليا في الملعب، ما كنتش اناني خالص، ما كنتش بفكر في حاجه فرديه، مع ان جالي فرص كتير ان انا ممكن افكر في نفسي، مفكرش في نفسي خالص، تفكير في مصلحة الفرقة. اللي أنا بتكلمه على وليد، يمكن وليد أول موسم جه لما كان موجود مع كابتن حسام، ممكن بس قبل ما نكمل